كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الحمد لله بعد الزيارة ديالنا كمنظمة جامعة الشمال الصحراويين لكل الأقاليم الصحراوية من باب الصحراء إلى الداخلة والعودة إلى بوجزور، اكتشفنا أن هناك مجتمع مدني غيور يقوم بدور يعني رياضة في عدة مجالات، وخير ذلك هي جمعية الصداقة لأمراض الدعم الطبي اللي كيقوم بواحد العمل جبار اللي كان لنا الشرف شرف ان يتم التكريم ديالنا من طرف جمعية صداقة، اللي في الحقيقة فاجأتنا يعني الدور اللي كتقوم به في واحد الفئة اللي هي الشهية اللي في حاجة لهذا الماسة لهذا الأعمال. بدورنا كمنظمة كنحييهم، كنحيو جميع الفاعلين الجمعويين داخل إقليم بوجدور الغالي علينا اللي لمسنا فيه لا إعلام لا سلطات محلية لا مجتمع مدني، كلهم يعني ملتفين وراء السياسة الراشدة لصاحب الجلالة، وهما في الحقيقة في حاجة أكثر الى اهتمام، ونرجو من هذا المنبر يعني الاعلامي الحر ان يكون التفاتة لاقليم بوجدور، لا من يعني التفاتة اقتصادية رياضية او في المجال الصحة او في عدة مجالات. فعلا السيد العامل لما تم استقبالنا من طرف السيد العامل ودرنا زيارة على اقليم بوجدور هناك تغيير، لمسنا في بوجدور يعني إقليم له في المدى القريب إن شاء الله كلمة على ربوع المملكة المغربية، وإذا كان يدل عن شيء فيدل أن ساكنة بوجدور لا من الناس الإعلام ولا المجتمع المدني لا السلطات المحلية فهما ملتفين حول بعضهم من أجل النهوض بهذا الإقليم. وكان نقول للساكنة ديال الإقليم بوجدور هنيئا لكم هنيئا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.